لا أتوقع ولا أستطيع أن أتخيل أن إنسانا مهما بلغ من الإلحاد أن يعتقد أن هذه الآية نزلت في طريق الهجرة وعمره 53 سنة وتوضع في سورة محمد ويأتي رقمها 13 نفس السنة التي هاجر فيها. قبل أيام مررنا بذكرى هجرة النبي الأعظم صلى الله عليه وآله وأصحابه وسلم. ربما معظمنا لم يشعر بما شعر به هذا النبي الكريم من معاناة، من أذى، من استهزاء، فقرر أن يترك الشرك ويترك ملة الكفر ويتجنب أذى هؤلاء المشركين، ثم يذهب في رحلة إلى المدينة المنورة حيث نصره الله فيما بعد. في طريق الهجرة أيها الأحبة، هناك حدث مهم جدا، أن هذا النبي الكريم نزلت عليه آية في طريق الهجرة. نحن نعلم أن القرآن العظيم منه ما نزل بمكة ومنه ما نزل في المدينة المنورة، فهو مكي ومدني، ولكن هناك آية نزلت في طريق الهجرة من مكة إلى المدينة، فليست هي مكية وليست مدنية، إنما نزلت في طريق الهجرة لتواسي هذا النبي، لتقول له إنك قضيت 13 عاما في مكة تدعو هؤلاء تريد لهم الخير فلم يستجيبوا لك. فكم أهلكنا من قبلهم من قرية كانوا أشد قوة من هؤلاء من قومك، أهلكهم الله فلا ناصر لهم. في هذا اليوم أيها الأحبة، يوم الهجرة، النبي صلى الله عليه وسلم كان عمره 53 سنة، يعني 40 سنة أمضاها قبل البعثة، كان عمره 40 سنة عندما بعث، ومكث 13 سنة في مكة، ثم هاجر في السنة 13، أي كان عمره 53 سنة. دققوا على هذا الرقم أيها الأحبة، لأن الله تعالى عندما أنزل عليه هذه الآية أراد أن يجعل منها معجزة نكتشفها نحن اليوم في القرن 21 بعد أكثر من 14 قرنا. النبي عليه الصلاة والسلام كان مهموما، كان يعني حزينا، لأنه يحب هذه الأرض المقدسة مكة المكرمة، وقال بما معنى الحديث: إنك أحب بقاع الأرض إلي، ولولا أن أهلك أخرجوني لما خرجت. فهو خرج عليه الصلاة والسلام ولم يكن الخروج لا يحب، لم يكن يحب الخروج، ولكنه خرج لأن هذه القرية هي التي أخرجته. في هذا اليوم كان عمره 53 سنة، أنزل الله عليه آية عدد حروفها 53 حرفا. سبحان الله، يعني آية عظيمة جدا. قال الله تبارك وتعالى مخاطبا هذا النبي الأمي ومواسيا له ومثبتا له على الحق، قال عز وجل: وكأي من قرية هي أشد قوة من قريتك التي أخرجتك أهلكناهم فلا ناصر لهم. سبحان الله، أنزل الله عليه آية تتألف من 53 حرفا بالضبط، وكأن كل حرف من حروف هذه الآية يمثل سنة من سنوات التي عاشها النبي صلى الله عليه وسلم، ليقول له: يا محمد صلى الله عليه وسلم لا تحزن، لا تيأس، فكم من قرية هي أشد قوة من قريتك هذه التي أخرجتك، ولكن ماذا كان مصيرهم؟ أهلكناهم فلا ناصر لهم. سبحان الله. الحقيقة أيها الأحبة، هذه الآية بقيت تتلى دون أن يكون لها مكان في القرآن بعد أن هاجر عليه الصلاة والسلام واستقر في المدينة ونصره الله. طبعا هنا في المدينة نزلت سورة البقرة 286 آية، ولكن الله لم يأمره أن يضع هذه الآية، آية الهجرة، لم يأمره أن يضعها في سورة البقرة. ثم نزلت سور كثيرة، طبعا سورة آل عمران، سورة النساء، سورة آل عمران 200 آية طويلة جدا، ولم يؤمر بوضع هذه الآية فيها. سبحان الله. ونزلت سورة النساء ونزلت عدة سور، أخرها الله تعالى حتى أنزل عليه سورة تحمل اسمه، هي سورة محمد صلى الله عليه وسلم.
أنزل هذه السورة أيها الأحبة على قلب هذا النبي الكريم وسماها سورة محمد، تحمل اسم هذا النبي، وأمره أن يضع هذه الآية التي نزلت عليه في طريق الهجرة لأنها خاصة به، لا يمكن أن توضع في أي سورة أخرى، أمره أن يضعها في سورة محمد. ولكن أين يضعها؟ هل يضعها في بداية السورة؟ أو في نهايتها؟ أو يضعها في منتصفها؟ أين يضعها؟ أمره أن يضعها في الآية رقم 13، نفس السنة التي هاجر فيها، السنة 13 للبعثة. سبحان الله، يعني والله أيها الأحبة لا أتوقع ولا أستطيع أن أتخيل أن إنسانا مهما بلغ من الإلحاد أن يعتقد أن هذه الآية نزلت في طريق الهجرة وعمره 53 سنة وكان عدد حروفها 53 حرفا، طبعا حسب الرسم العثماني الذي أقره النبي عليه الصلاة والسلام، وتوضع في سورة محمد ويأتي رقمها 13، نفس السنة التي هاجر فيها. إن هذه الآية أيها الأحبة والله لتشهد على أنه نبي صادق في دعوته إلى الله عز وجل، ولا يمكن أن يكون هذا النبي إلا رسولا من عند الله، لم يأتي بشيء من عنده، بل كل ما جاء به هو من عند الله عز وجل، الذي قال في حق هذا النبي الكريم: وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى، صدق الله العظيم. هنا سورة محمد، عندما نفتح المصحف نرى هذا العنوان لسورة محمد، هي سورة مدنية، إلا الآية رقم 13 نزلت في طريق الهجرة بين مكة والمدينة. طبعا هذه الآية هنا عدد حروفها 53 حرفا. هذه المعجزة أيها الأحبة ينبغي أن نتذوقها، أن نزداد إيمانا، لأن الإيمان يزداد وينقص. الله تعالى يقول عن عباده المؤمنين يوم الأحزاب: عندما رأوا إعجازا مذهلا، رأوا نصر الله من دون حرب كما وعدهم الله، قال سبحانه وتعالى: ولما رأى المؤمنون الأحزاب قالوا هذا ما وعدنا الله ورسوله وصدق الله ورسوله وما زادهم إلا إيمانا وتسليما. يعني رؤية المعجزة أيها الأحبة تزيد المؤمن إيمانا وتسليما، وتزيده حبا لهذا الدين الحنيف، وحبا للقرآن الكريم، وتزيده حبا لمن أنزل عليه القرآن، نبينا النبي الكريم صلى الله عليه وسلم.